اهلا ومرحبا بكم مشاهدي اكشن نيوز مع برنامج مصر افريقيا، نافذه نطل منها على القاره السمراء لنتعرف على تطوراتها السياسيه والاقتصاديه وكذلك الفن وثقافه شعوبها وعاداتهم وتقاليدهم. واليوم ناخذكم في هذه الجوله الافريقيه المتنوعه، ونبدا حلقتنا اليوم بالحديث عن التطورات في جمهوريه السودان الشقيق، حيث تتجه انظار العالم في الوقت الراهن الى السودان، وذلك في ظل التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، حيث زار المبعوث الجديد للقرن الأفريقي الأمريكي ديفيد ساترفيلد ومساعدته وزير الخارجية موليفي الخرطوم، وذلك في زيارة رسمية الأسبوع الماضي استمرت لعدة أيام. هذا والتقى الوفد الأمريكي الزائر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واتفق الجانبان السوداني والأمريكي على عدة محاور ومن شأنها التوصل إلى توافق وطني للخروج من هذه الأزمة. إليكم هذه التفاصيل في هذا العرض. المزيد من النقاش والمتابعة مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. برحب بك سعادة السفير معنا في هذا البرنامج، وبعد التحية، كيف تقرأ الوضع السياسي الآن في السودان، وهل من الممكن هذه الزيارة ستساهم في إجراء تعديلات على الوثيقة اللادستورية تتلائم مع التغيرات الحالية؟ نأمل أن هذه الزيارة للمبعوث الأمريكي قد تسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية. أنا لا أفرق بين الجبهات السياسية أو المجلس السيادة، كلهم سودانيين وكلهم وطنيون سودانيون يحرصون على مصلحة السودان العليا، ولذلك من المهم التوافق بين هذه الأطراف لإقامة حوار سواء تحت إشراف الاتحاد الأفريقي أو تحت إشراف الاتحاد الأوروبي أو أي إشراف أخرى للتقريب بين وجهات النظر، لأنه في النهاية سيصب في مصلحة السودان، حيث أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور ويعاني منها الشعب السوداني نفسه، وأيضا تنعكس على سياسة الاتحاد مجلس السيادة السوداني. يعني لا يمكن يعني تقبل هذا الانقسام الشديد داخل الشارع السوداني دون وجود مثل هذا الحوار، لأن إذا كانت أي أزمة داخلية أو في علاقة مع دولة أجنبية فالحل الوحيد هو إقامة حوار بناء تحت إشراف دولي أو إقليمي أو دول مجاورة، لأن المتربصين بالسودان كثيرون صحيح. ويريدون استعادة الأمور داخل السودان، لأن من مصلحتهم حول أن تكون السودان دولة غير مستقرة وغير متحدة ويتقاتل الأحوال فيما بينها. بالتأكيد يمكن ضرورة إطلاق حوار شامل للقوى السياسية هو هام للغاية في هذا التوقيت، وده يخليني أسألك سعادة السفير، هل من الممكن أن تنجح هذه الوساطة الدولية في حلحلة هذه الأمور في السودان، وإلى أي مدى ستساعد في إجراء انتخابات حرة نزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية أيضا؟ نرجو أن تنجح، لأن ذلك من مصلحة الشعب السوداني نفسه سواء المتصدرين أو المجلس السيادة السوداني. لا يوجد أي طرف سوداني من مصلحته زيادة هذه الأوضاع تدهورا، والمجلس السيادة السوداني وما عدا بإجراء الانتخابات
ولعل الأطراف السودانية المشتركة تشارك في هذه الانتخابات حتى يكون هناك برلمان أفريقي، برلمان سوداني يمثل كل أطياف الشعب السوداني ويعمل على مصلحة السودان، لأن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى الإضرار بمصلحة السودان والإضرار بالأطراف المتنازعة نفسها. كيف تقرأ أيضا ضرورة تشكيل حكومة كفاءات بقيادات مدنية ستساهم في حلحلة الأمور أيضا في الداخل السوداني؟ طبعا ضرورة الحكومة، لأن لا يمكن تصور استمرار الأوضاع في السودان دون حكومة تشرف على التموين، على الصحة، على التعليم، كل أنحاء، على ما يحدث في دارفور. بالمناسبة ما يحدث في دارفور بعيدا عن الأضواء في تدهور للأوضاع الموجودة هناك لهذه واقتتال بين الأطراف المتنازعة داخل دارفور نفسها. فمن مصلحة الجميع أن يتفقوا على كلمة سواء ويضعوا مصلحة السودان العليا فوق أي اعتبار آخر. بالتأكيد، أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك. أعرب سفير المصري في السودان حسام عيسى عن أمله في أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول ما بين مصر والسودان في المستقبل. تأتي هذه التصريحات ردا على شائعات ترددت عن إيقاف السفارة المصرية في الخرطوم بمنح تأشيرة دخول للسودانيين إلى مصر، ومؤكدا أنه لم يتم إيقاف منح التأشيرة ولا توجد تغييرات في نظامها. هذا ورحب عيسى بالأشقاء السودانيين في مصر في أي وقت. إذن هي علاقات أزلية ما بين القاهرة والخرطوم يربط ما بينهما شريان والحياة في نهر النيل. إليكم المزيد في هذا العرض التالي. إلى الصومال، حيث شهدت العاصمة الصومالية مقديشو الأسبوع الماضي عمليات إرهابية متعددة ومتفرقة، مما يقوض العملية الديمقراطية في البلاد، حيث يطل شبح الإرهاب مجددا مع انطلاق الانتخابات في الصومال، فيما أدانت مصر تلك الهجمات الإرهابية. كما أعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدة على وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. إليكم التفاصيل في هذا العرض التالي.
تشتهر دولة أوغندا باسم لؤلؤة إفريقيا، حيث تتميز بطبيعتها الساحرة والمتميزة، وتحتوي على حياة برية تعد الأكثر تنوعا في قارة إفريقيا. إليكم هذه التفاصيل في هذا التقرير، أترككم مع هذا التقرير ونذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذا البرنامج، ابقوا معنا. لؤلؤة إفريقيا، أوغندا والطبيعة الجاذبة في القارة السمراء. تقع دولة أوغندا في منطقة شرق القارة السمراء وتشتهر باسم لؤلؤة إفريقيا، حيث تتميز بطبيعتها الساحرة والمتميزة وتحتوي على حياة برية تعد الأكثر تنوعاً في قارة إفريقيا. تتميز أوغندا بتوافر فرص رحلات السفاري في مناطق السافانا والغابات، حيث تحتوي على ما يقرب من 10 حدائق وطنية، كما يمكن للزوار مشاهدة الحيوانات البرية مثل الأسود والفهود، فضلاً عن وحيد القرن، الفيل الجاموس المائي، الشمبانزي، الغوريلا الجبلية، الزرافة، الحمار الوحشي، فرس النهر والتمساح. هذا بجانب مشاهدة أكثر من نصف جميع أنواع الطيور الموجودة في إفريقيا، كما تعد أوغندا موطناً للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض في العالم. كما تشتهر الدولة التي استطاعت جذب محبي الطبيعة بلؤلؤة القارة السمراء بالرحلات في مناطق تعد الأكثر متعة وجمالاً في العالم، مثل جبال روينزوري وبحيرة فيكتوريا منبع نهر النيل وأكبر بحيرة في إفريقيا، فضلاً عن منتزه شلالات مارشيسون فولز الوطنية. هذا فضلاً عن شهرة الدولة برحلات التجديف والسفن السياحية لما تتمتع به من موارد مائية ضخمة من الأنهار والبحيرات الساحرة. تعد رحلات نهر النيل والفنادق البيئية الفاخرة ورحلات السفاري الرئيسية وأنشطة التجديف والشلالات المهيبة والمتنزهات الوطنية من بين الأشياء العديدة التي تقدمها للزوار. أما عن الأماكن الأكثر جذباً للعرب في أوغندا هما غابة بويندي المنيعة ومتنزه موجينجا الوطنية لرحلات مشاهدة الغوريلا، وأيضاً حديقة مارشيسون فال الوطنية لرحلات السفاري، وحديقة وادي كيديبو الوطنية. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج مصر إفريقيا. في مطلع الشهر الجاري أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومشيرا خلال دراسته لأن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا تكتسب أهمية متزايدة، وذلك لما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية. أما على المستوى الاقتصادي فتمثل إفريقيا إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إليها. إذن مشاهدينا، كيف يمكن تعزيز فرص التجارية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؟ والمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك سعادة السفير معنا في هذا البرنامج. بداية بعد التحية، برأيك يعني جهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية والتي شرعت في تنفيذها لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الدول، كيف تقرأ كل هذه الجهود؟ لا شك أن هناك جهود حثيثة وقوية، وخاصة منذ تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. صحيح. كان هناك جهود قوية جدا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية على مستوى القارة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، ثم أيضا في مجال الانتاج للقطاعات الاقتصادية
المختلفة ربطا باتفاقية التجارة الحرة القارية حتى يتم تفعيلها ويزداد النشاط التجاري البيني سواء بين مصر والدول القارة الأفريقية جميعا أو بين الدول الأفريقية بصفة عامة والعالم الخارجي. هناك خطة مصرية وضعت لزيادة الصادرات المصرية بصفة عامة إلى ما يقرب من 10 مليار دولار في عام 2025، وكذلك في إطار حزمة منطقة من أسواق تم تقسيم القارة الأفريقية إلى ما يقرب من 5 مناطق منها منطقة غرب أفريقيا، وتم إعطاء أولويات لهذه المناطق. أعتقد أن منطقة غرب أفريقيا حظيت بالأولوية من الاهتمام بحيث أن هناك فرص واعدة تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية في هذا الصدد. أعتقد أن هذا الأمر يعني بيعرض باهتمام كبير، وهناك آليات ورؤى تم وضعها لزيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري وزيادة الدور المصري في الاقتصاد بهذه دول مجموعة الإكواس من خلال عدة آليات عديدة تم التوافق عليها من خلال الأجهزة والإطارات المعنية، وأيضا دور للقطاع الخاص المحوري في هذا الصدد وأيضا رجال الأعمال. بالفعل يمكن أصبح هناك ملحمة وطنية كبيرة ما بين كل قطاعات الدولة المصرية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. هذه الخطة التي تحدث عنها سعادة السفير، كيف من الممكن أن تساهم في تنمية الصادرات المصرية إلى تلك الدول الإفريقية، وكيف تقرأ هذه المقترحات أيضا؟ لا شك أن هناك اهتمام كبير جدا بموضوع كما أشرت البنية التحتية، هناك أيضا اهتمام بالطرق البرية المناطق اللوجستية، هناك أيضا اهتمام بضرورة دعم الصادرات، توفير التمويل اللازم من خلال بنوك، توفير خدمات لوجستية وأيضا صندوق للتمويل. ونحن نعلم أن مصر أنشأت في هذا الصدد صندوق لدعم الصادرات، وهناك تعاون وثيق مع كافة الأجهزة المعنية بالصادرات المصرية لدعم الأسواق لدعم الدور المصري في توفير يعني معدل مرتفع من الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق، وده مرتبط أيضا بدور مصري في توفير قدر كبير مناخ آمن ومستقر طبعا في منطقة غرب أفريقيا بصفة خاصة، حيث أن مصر لها دور محوري في دعم منطقة الساحل فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها. هذا الدور الكبير يمكن نعم سعادة السفير في هذه بشكل إيجابي صحيح على الدور الصادرات المصرية والعلاقات الاقتصادية مع هذه المنطقة. في هذه النقطة وتساقل مع كلام حضرتك سعادة السفير ودعم منطقة الساحل والدور الكبير الذي تقوم به مصر من تيسير نفاذ هذه المنتجات المصرية إلى هذه الدول الإفريقية، هنا السؤال كيف تنظر هذه الدول لكل هذه المجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية؟ أعتقد هناك استجابة قوية جدا من جانب هذه الدول باعتبار أن الدور المصري في هذا الصدد هو دور يعني يتفق والمصالح المشتركة. طبعا. هناك رؤية في مصر تعامل مع الدول الأفريقية تقوم على إخلاص شراكة استراتيجية. طبعا. ليس فقط في المجال الأمني أو في المجال السياسي وإنما في كل المجالات. في المجال الاقتصادي بصفة خاصة. طبعا. وأيضا في المجال الاجتماعي بشقي الصحة والتعليم. لذلك منطقة غرب أفريقيا ربما لم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل، وبالتالي هناك يعني رؤية كبيرة جدا في أن تصل العلاقات بين البلدين طبعا بين مصر وهذه المنطقة إلى ما يقرب من مليار دولار في خلال بضعة فترة. بالفعل يمكن مبدأ المصالح المشتركة هو المبدأ السائد يعني في علاقات المصرية وعلاقاتها الخارجية منذ تولي السيد الرئيس رئاسة الجمهورية. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين أشكركم أيضا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في جولة إفريقية جديدة. إلى اللقاء.